يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان. واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. لو ساوى